سنة على اختطاف شاليت وأيضا الجنود في لبنان. مجموعة من عشرات المواطنين خرجوا على دراجات لمسيرة دعم في شمالي البلاد دعما للجنود الذين ما زالوا قيد الأسر. أعضاء في الكنيسة اقترحوا قانون الذي يلزم الحكومة بدفع أموال لأهالي الجنود المختطفين من أجل هذا النوع من المسيرات، وكذلك من أجل جولاتهم في العالم تحت إطار جهودهم لإعادة أبنائهم. I hope from now on it will move much faster and Gilad will come back soon to us and it won't last one more year of suffer and agony. بعد استيلاء حماس على غزة مصير شاليت أصبح قيد الغموض. أما الجنديين في لبنان فحتى الآن لم نسمع عنهم حتى ولو إشارة حياة واحدة، والحديث عن مفاوضات بشأنهم بعيد عن الواقع. Shoot.